حامد انا ما طلبت منه شيء بس سريلاك قمح وعسل. لا انا طالب كيت كات. كيت كات جاب لي بيض الله وجهه. ولا بعد بي منه انا بدق على برحيم بطلب منه مفطح. تطلب منه مفطح؟ ياتي احنا سريلاك من عندنا سوء تغذيه. كل يوم اذا في سوء تغذيه انا سوء واحد يعني. يعني لا انت تعرف تطبخ؟ انا ما اعرف اطبخ. انا اعرف اطبخ بس ما في عيشه. مش اطبخ اندومي كل يوم. انا ماسك لي اندومي خلاص. اندومي زين. انا طيب انا اتكلم واحد ما يعرف يسوي شيء. ساعه كم؟ ها ها يمكن 2:15 كذا. 2:15 تقريبا. ما انا عندي فكره يا والله اني صادق. يعطونا دور الطبخ في البرنامج. ابى اتعلم الطبخ في البرنامج. انت ما تعرف الطبخ؟ والله ما اعرف بدال حلويات. شبي اطبخ حلويات وبسام وعبد المحسن وابو مفرح موجودين. والله لا اعلمك الطبخ. والله ابي مكرونه حمراء. ما اعرف. مع لبن مع شطه. والله اني القلة ذي كلها ما حد يعرف يطبخ فيها الا بالشط. كل ما جيت تبسم. والله ابشروا جيبوا لي الاغراض. والله لا زبط. اجيب لك مكرونه. جيب والله لا اطبخ. والله اني لا اقول للعيال الحين بدرجه. ها والله لا اطبخ. نبي كبسه. ما نبي. لا نبي مكرونه. لا والله نبي كبسه. لا نبي كبسه. مكرونه يا ولد انا ابيها. يا ولد يا اخي انت حالك. احنا نبي كبسه كلها. كبسه ابشروا. والله اطبخ اطلق كبسه. يا عيال حد يخرب مكرونه. خلاص كبسه كبسه لي من راحت كلها كبسه. مكرونه. ما هي بالكبسه اللي عليها كبسه. اني طالبكم مكرونه. تبي لك كبسه حمراء. يا اخي ابي مكرونه حمراء. يا ابو عاشق يعني مره واحده بس في العمر يا اخي سوي لك شيء مفيد في حياتك. انا سو انا إيه؟ تسقط علي انا؟ لا ما اسقط عليك. والكبسات والدنيا والقروص والدنيا اللي راحت كلها. لا صح اهم شيء قروص. قروص قروص. طيب اسمع انا عندي فكره. تسوي لي مكرونه ولا عاد اطلب منك شيء؟ خلاص جيب لنا اللي عجبنا. اي اسمع عرض. جيب لي مكرونه تسوي لي مكرونه ولك مني اسبوع اي شيء تطلبها انا يعني. ما ابي منك شيء اباك تجيب لنا الاغراض. اسمع اسمع انا بعطيك عرض. راح اطلبهم كبسه ولك اسبوعين اللي تبي. وش تبي مني ومنهم كلهم؟ نعم تم. وش تبي اللي تبغى؟ اللي تبي اللي تبي بس راح اطلب منك ايش قد حلمك صعب اللي تبغى؟ ايش تبي عبد المحسن؟ ابد اللي تبغى. انا بمكرونه حمراء. والله مكرونه فيها مرقه خفيفه ها جبنا الاغراض وزهلها زبط. العزبه والعزبه احنا كل يوم ايش دخل العزبه؟ اطبخ اطبخ بالمركه تسوي مكرونه بدله انت يعني ما ادري عنك اطبخ في وش يعني يا ولد تنفخ ابو عشق اطلبك طلب يا قم 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 ابو عشق مو بعشانك اكبر مني بسام اطلبك طلب ابشر تم لا تسوي مكرونه تم حتى لو يجيب تم اني طالبك طلب يا ابو عاشر تم طالبك طلب يا خوالبي حب خشمي يا خو ابشر والله بس سعد انك اخي الكبير والله انا احب خشمي حب خشمي محمد مفرح لا خلاص انت خلاص انت اخي الكبير خلاص لا حبيت خشمي اسمح له محمد ابو عشق فانت انا اجي احب خشمي حب خشمي محمد مفرح تبي كبسه حمراء تبي مكرونه حمراء اسمع اجل خليجي ما ادري اوافق بعد ولا لا خلاص سلم على خشم محمد مفرح ونروح نزبط لك الله يعيننا عاد بنشتغل بنتعب ابو مفرح يلا ابو مفرح يلا هلا والله العظيم ما بحاله ذي بس ابو مفرح ما بحاله ذي على سم مكرونه كذا سلام ابو مفرح اجل ابو مفرح سلام انا اخي الكبير يا اخي 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 ابيه اخي 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 اخوي 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 تسقط على لهجتنا يا اخي اسحب خشمه حب خشمه تسقط على حب خشمه ما في مكرونه تسقط على لهجتنا حب خشمه تسقط على لهجتنا ما انا ما قلت اخيش بيش اخيش يرحم والديش اخو العيو اخيش بيش اخطا اسقاطي اخيش بيش اسقاطية قال اخي محمد مفرح محمد مفرح لا والله لا 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 اسمع اسمع لا اسمع لا اسمع تم تم خلي محمد مفرح لا تحب خشمه ما عليك من تم جيب مكرونه سوي لك اخو العيو روح ما عليك محمد مفرح لا لا الحين قلبت يوم محمد مفرح جاء انقلع ما في لا مكرونه شيء يلا 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 اخيش بيش يلا بس يلا هنية عاد بسوي لك شيء هنية واحد شيهي واحد ما ترى ما قلنا شيء مكروني لبى خشمش يبا ترى ينفط على طول لا لا طيب عادي يقول لبى خشمش ها عادي لبى خشمش اي بس هو ينفط على طول ايش فيك؟ يا نفسية يا اخي بس عم تغيط اليوم اهواها يا بهياه وهياه تبهوا ها عادي كل واحد عنده في لهجته كلام سوي لك مكرونه سوي لي مكرونه 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 ما تنطق طب خلي يقول ثلاثه خلي يقول ثلاثه مكرونش مكرونش تبغى مكرونش قول ثلاثه طيب قول ثلاثه 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 خلاص استرحت واحد شيهي يلا راح انبسط قول اثنين ما يقول اثنين اثنين خلاص اخوي جاب الدقارت حقي مكرونه ما في مكرونه يا سلمان لا هي ما في ما في ما في ماكو 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 يلا يلا بروح ارحب اسمع ابو عسك كم كيس تبي ابو عسك ها
ابو عسق اي عندي حرف السين من يوم ركبت انطق اسم انطق اسم ابي صح ابي يا ابو عسق فكر العيال يلا باقي العيال باقي هك يدك تعول كل هذا سلمت فكر زين ان شاء الله يقول اخيك وين اخيك وين اي اخي وين اخي اخي في بيت اشبح اشبح هناك وين اشبح هناك عانو توني معلمه ترى قلت له اشبه قبل شيء ما اعرف يقول ولا ما هي لكم انت يا علي عساف ذاك اللي يقول يبن عاصم صدق ايش حال هند هي لكم ذي ايش حال هند مدري ايش انا هذا اسمه هند ايش حال هند اسمه هند مدري ايش مو ايش حال هند اليمي يقول ايش حال هند هذه انت ممكن لا اليمي انت بمكروني ولا لا انت بمكروني والله ما يقولون ايش حال هند يا محمد اسمع هند يا محمد محمد مو كل اليوم يا محمد مهرح يا علي يا صالح يا عيال انا اتكلم اتفقتوا على عشاء ولا لا كل واحد يقول كبسه ما ادري الاكثريه اخر كلام كبسه ولا مكرونه كبسه كبسه مكرونه دقيقه 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 لا تزعل انت الحين كبسه انت شرك في راسك ولا دقيقه 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 لا في راسي لا والله ما في راسي يلا علي عساف باقي علي عساف كنت تسوي شنو كبسه ولا مكرونه من اللي بيطبخ انا بطبخ يقول بجيب لكم مكرونه وسو محمد فرح يقول ابي كبسه ورجاء ذا يقول مكرونه ايش تبي عشان نتفق يعني شوفنا اتفاق الصراحه يعني كبسه انا ما اكل مكرونه اوكي اثنين كبسه تساويتوا قرعه 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 يا عيال قرعه انت باقي انت 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 انا الثالث انا فاصل إيه انت تحكم انا فاصل صح إيه انا فاصل إيه فاصل نواصل لا لا دقيقه انا فاصل بعلمكم دامني انا فاصل نتخذ القرار الاتي وهو سلمان من هي يقول مكرونيا ابو مفرح يقول كبسه صالح ابو صالح يقول مكرونيا علي عساف قال كبسه تساويتوا باقي انا صح ايش تتوقعوا انا اقول انت بتقول كبسه معروف اشتق انا يا خال ارحب يا خال ايش حالك حالك يا خال ونقول كبسه كفو ماجد عندك بطاريه يلا ابو ملاح ابشر بعزك انا اسوي لك مكرونه رجال رصاص بس والله اني ما اعرف انت تقول اوريك يا سلمان جبنا اغراض كبسه زبط معصب انا ترى خلاص انت الحين معصب كذا انت تسوي رياضه انت تسوي رياضه ولا معصب الحين معصب أنا. كلم خالد حامد خليه يجيب لنا كبسه خالد حامد خالد حامد والله لو اطلب عيونه يجيبها يا اخي ها ماني بعيونه يبي كبسه اصبر خليني بروح اقول له صوت تعال تعال ايه تعال كله ايه رزم كاش تعال ولا الوليمه اسمع عاد رضيت اسمع 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 الكلام عطنا رز بكاس وشوف كرون اسمع 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 خليني اعلمك خليني بعلمك وخمس حنفيات بارده خمس حنفيات بارد بارد واسمع واحد قل بارد قل بارد بارد سمطرة خليني اذا قلت بارد خليني اتكلم لحنك اي والله سمطرة سمطرة والحمد حاش محمد حاش من وين نجيبك؟ حمد حاشي صح لا دقيقة دقيقة حمد حاشي من وين يجيبون الحمد حاشي يا اخي حمد حاشي يذبحون قعود عادي ما في ما يمدي ما يمدي يذبحون قعود يا رجال اي شيء لو رز حمد حاشي الساعة 2 خلاص دجاج دجاج يلا دجاج ايش الساعة 2 شو نسوي؟ ها وش خالد حامد جاب بطاطس المعجب يا عيال عبد الحين يو بطاطس طماط ذا قديم حرقان يا ادوات رسم ولا وش؟ لا عبد الحين وش جاب؟ ايش جاب؟ ما جاب شيء بس لك 200 نقطة ها اكيد في تدشين شيء يا خالد حامد قال عطها اللي جاب ياخذ بطاطس سكرك عشان عادية سلمان مبلاي اسك 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 لا 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 تحطه بيقرون يخلون حقك هذه نفس حقك يلا يلا ما يوكل يوكل بيض الله وجهه وش فاس من ليش هذا بيض الله وجهه هذا حبه عاد فول ابتدى هذا جاي بفريق قدام عرفت عيال هذه الاذكار الله يجزاه خير اللون عشك هذه بس قلتها تعال تعال بسام بسام عيال هذه بسام حبه حبه هي بسام تكفى بسام تكفى يا بسام حبه تعال بسام سلمان تعال ابو عسق سلمان خلي يجيب بطاريات سلام ابو عسق اقعد اقعد هذا حق شوي اخر لي انا فوق ابتدى ياكل هذه اللي جايبه خالد حامد ايه ابو عسق اقعد هذه اذكار صار عليها دقيقه بروح يصرف عشان ما يجيب والله بجيبها والله والله بروح رجاء محتاجها هذه من فريق الدعم بيض الله وجيهم نبي نقراها كل يوم فريق دعم كان ايه وين مكتبه فريق دعم سلمى الا مكتوب تحت يا ورنا نضبطها فريق دعم سلمى وملهي الله يبيض وجيه حلو اللي جابها من عيال مين اللي وصلها لي الاسطوره خالد ارفع انا قاعد الاسطوره والزعيم خالد حامد بيض الله وجهه واللي ماسك معك الحين ايه وشوف رغم اني
ها؟ وليد كرك. بيض الله وجهه ابو حامد. شوف اللي بعدها نفس اللي عندي. اول شيء صديقي وزميلي الغالي خالد حامد لبى والله قلبه. الله يجزاهم خير. وهذه الاذكار. هذا بعد جايبه خالد حامد. بيض الله وجهه اللي قدام. الله يجزاهم. هذه عن امي الله يرحمها. الله يرحمها ويجعلها. الله يسكنها فسيح جناته. ابيكم تدعوا لها والله اني صادق. ابيكم تدعوا لي اني ان شاء الله اتجرأ بعد 12 سنه وما قد زرت قبر امي ودي اني ازوره والله العظيم انها ما جتني الجراءه وان شاء الله ان شاء الله انها تجيني الجراءه في يوم من الايام يبتعد عني الشيء ذا واني ازوره باذن الله. الله يجعلها في الجنه. اللهم امين. دعواتكم يا جماعه. خذت زنزه بس. لا بالله ذكر. والله اني ما احبه. والله اني ما احبه. بجيب مكرونه. تكفى يا ابو عاشق مكرونه. تسويها؟ طلبه. سلمان مكرونه. سلمان اسمع ندفع دقيق. يلا بطاريات مو تنسى. ابو عاشق اللي هنا اكثر من اللي هنا. ما ردك كريم الا. شيخ خذها شيخ. واضح ما بصامل. خذها شيخ. الله دراسك. اقول لك. طيب ليش ما كملت جبيك؟ جبت الحمضيات معها. يا اخي حامد حامد جاي. تكفى يا معجب اقسم بالله ما في شغله ذي. والله العظيم يا اخي. يعني 10 ريال تخسرك شيء يا معجب. والله يا ابو عشق انت تعرف اني برا جبت لك كرتون حمضيات. ها؟ حمضيات يا اخي. يا اخي حمضيات. اقسم بالله انك عقدت. ابشر علي. علي سم ابشر ابشر. ترى الذرة الطماطم بدون حمضيات. زي الرز بدون ملح. زي بدون بعد. اسمع بقول لك خشمة. بقول لك شيء عن ذا. كنت في اول ابتدائي اشتري او في ثاني، المهم اني اشتري نص زمزم النص الثاني الحلاوه ذاك النص. اي حلاوه؟ اي واحد اللي يجي كرز اي واحد اللي يجي فيه اي واحد اللي يجي فيه موز وذا صوات. والله بنص ابو كرتون اللي يجي فيه موز طويل كذا اصبع اصبع الاصبع طويل كذا. لا حيل مو طويل لا هذا اصبعي انا خل اصبعي. تقصد اللي يجي من النوع بالكولا ويجي نوع ايوه بالكرز قلناها البارح متحور قاعد هذا ولته قاعد على قوت شو اسمه رحيم على السؤال يعجبني علي عساف صراحه رجال طال عمرك ضبط اللهجه هو الوحيد اللي ضبط اللهجه واشكره لنا الشرف علي عساف 23 بالمشي احنا قصدك يوم العاصم المشي طلع باقي اي هو يعني عينين في راس عينين والله لما تكره بمشي بصدق تعب والله بيض وجهك ابن عاصم معك زوج وجهك كبير بعض الناس اللي يجيب بطاطس يجيب حمضيات معه يجيب حمضيات يا اخي سمعت خالد حامد يجيب حمضيات معه ثقيل وجهك احنا حلوقنا ناشفه احنا رجيل حلوقنا ناشفه نبي نبرد على كبودنا تبودنا نبرد عليها يا معجب والله اني مصر برد على تبودنا عطر حمضيات ثلج فرين وما لا متى احنا على الحاله ذي يا معجب انا ترى انا طلعت من ادخل اطب مع باب الحين واجيبك طلعت من طوري انا ادخلني اطب واقدر انا خلاص بايهك اتحدى اطب واقدر اجيبك عشان نفرح المره هذه بس ادخل اطب واقدر اجيبك الحين تفضل رح بالطريقه دي اطب حمضيات قدام البث طلعت من الصمت يا ترى الواحد يصمت بعدين والله نص صمت حكمه ابو عاشق والله انك شايف صمت حكمه الا في الامور هذه ما تصمت حقك ما تصمت علينا احنا بحمضيات نعم بروح اجيب لي احجار اني وصلت اثنين كيف طول الجدار اذا لقيت بارد اعطنا بجيب لك البارد وجيب لنا معك بطاريات البارح ها بطاريات ظني حتى انا يبي لي كفو انت السعد صح ابو كلامي؟ عشان كلامي ترى واقعي انا اثق فيك واثق في كلامك واثق في معلوماتك شوف نشب البطاطس الحق صراحه جزاك خير يا دي بحس اني جايب الله يبارك فيك خلي طب هو يدار ابو عشق ها خلي بجلس مكان ابو عساف بو يلا حي ابو عشق والله العظيم يا رجل مشتي حمضيات ما هي داخل الا ظني في بسحار ما في خلاص ها خلص غلق هيه ايش باقي برتقال تعال انا مثلك يا معجب انا احب الحاجات القديمه اللي زي دي الشبسات القديمه حلوه القديمه بس تلقاها في فطيره كانت تجي قديمه تذكرونها عيال وتجي صفراء وتجي سوداء كذا اللي في النص يجيك فطيره كذا يا اخي كيف اوصفها كذا
اذا كذا تقعد تمس معك عرفتوها اللي كان عليها حمرة فكرونها قديمه نخيل الا والله نعم زي البسكوت ما هو زي لا ايه بسكوت بس انا فطيره هي عرفت عرفتها والله ايه تخطش ايه بعدين تسلك يعني اذا قلت كلمه قليه اعرفها قلت لك نخيل والله صرفت قسم من راسي ما ادري شو ادك تعزز نخيل في مزرعه احنا وش النخيل انت ما ينجب خلك يقول ما انا مش اخصم معك لا يا معجب بس اجيب شيء عشان يخلصي اسلم يلا حيا سلم طول عمرك شالك يما ديدي الله يلعن ابليس كان فيها كرتون صغير كرتون كرتون ما هو علبه كرتون اللي عليها شو اسمه يجيك شكل نجمه شكل قمر موز تفاح اي كل كل وحده لها طعم غير حلو تذكرونه زي الحلقوم كذا لا ك ك بلوان الموزه تجيك صفراء ذاك تجي نفس بس تمطط لا ما تمطط بس لها طعم حلو حلاوه فكرت هذا مبطي مبطي معجب اذكر بشار نوره انت على وقتك اتوقع ما كان في حلويات يعني قديم ولا قريب يا ولد قديم ولا قريب والله خلاص اخر مره انا ما فهمت قريب 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 ما يرد القريم الا الليم قريب هلا حسب ترد القريم انت يا محمد ها يبي يرقد لا ليم اللي يرده خلاص يبيض وجهك يا ابو سارة طول عمرك علومك غار ما هو متفرده والله اني لا جيت اعدد وفاك علومك الطيبه راسي يوقف شعره يا لا اله الا الله امس قلت انا المسجد قلت ابوي اذا قام الساعه 2 الصخر الليل عشان ايه عشان يسمعوا البخوا عرفت اذا جاء الصلاه لا تراني قمت اي تراني قمت الصوت عشان يهجدون انا شفت ان بيض الله هجم حمد بن مسعود علومه كلها طيب في طيب عين وش جاب قبل امس يوم الهجاء وش جاب ما هو على كف بخيل عز الله كو الاكياس تقول انا ما تدري تاخذ الكاكاويات انا والله كفو واول بطاطس والعيشه يا ولد والدنيا والكيك انا والله كفو يا ولد شوف انت راعي ولا تبو عشاء اكسود يا العالم من يسمع مسكبة قريب مدني قريب رايق والله هني حاجة قهوه سادة نشهد كم الساعة بالله؟ لا والله ما تعلمني. الساعة واحدة عمرك ثلاث واربع دقائق. والله انها ثلاث واربع دقائق. كم؟ ثلاث واربع دقائق. تقريبا يا رجل القطو ذا انا شك فيه بلا. شفتوا القطو ذا؟ شكله متسابق. القطو ذا فيه بلا. ما هو طيب. ايش؟ هذا بطاطكس بطاطكس عندك محمد يفرح نط نط. بسيمان عرفت؟ قال نط نط. ابو مفرح نط نط. بنفرح مثل ثقت حتى سعود ببسي مال ثاني لا هذا ببسي في علامه ورديه يعني في علامه ورديه يعني قد بيموت اجتمع واحد لابس كفن وواحد لابس اسود ليه؟ احنا معصر انتم وش قال لازم تذب في كل سالفه ايش فيه؟ شو المشيه بس ايش فيه؟ ايش حط صوره واحد من خلانا لا على حساب ها ما جبت مشي على حساب هي البارد خلاص تفضل يعني ما يحتاج لا والله انت اجلس والله ما حلف والله ما تروح حلفت والله ما تروح الحجار معي اعطيك حجاري اعطيك تشبدي تعال 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 والله انت تجي يا علي تعال والله انت تجي باكلها حلفت بالله تعطي تشبدي انت تجي يا مسلم تعال بس تعال تعال لا ترنفزني تعال شوفها رجع يقول حجار بالله في قصي يلقى خصم لا هو تغير يا الله يجيب كذب البرد انه كذب اصبي كذب اصبي كذب يا عيال ترى معجب جايبه معجب جايبه شفريق يا ريجي معجب جايبه بطاطس عشان كل صباح اخذ منه اثنين ثلاثة غير صحيح هاي ابنك ابو عشق فانتم هاي ابنك ابو عشق مو معجب ارفعها ارفعها فوق ما يبلك جايبه لكم معجب ايه فهمت يا عيال فلذلك يعني تاخذ واحد عادي اخذ ستة تاخذ ثلاثة لا واحد اخذ انت اخذت واحد لا تاخذ الا واحد انا اخذت اثنين تاخذ واحد زين فلا تخذ انا باخذ ثلاثة لا تخلصوني والله رجيني العب سوني يمكن اكل نصها وانا لا ادري
تلبسوني انت؟ اهلا الحين لبسوني. كم عمرك؟ المفروض تحترمني. كبر ابوك انا. ما شاء الله حركه. صراحه سعود انا ما توقعت. شو هالكلام؟ هذا كبرك تعبسوني. شو خليت للجيل اللي بعدك؟ ايش قصدك هذول ورعين؟ هو يعني يقصد يقصد انا قلت ايش خليت للجيل اللي بعدك؟ اللي يعني اللي ورا فما بالك للي بعد بعد. واللي على راسه بطحه. ليش؟ انا ما على راسي شيء ابد. مره. اللي على راسه بطحه يحط جلسه. ما على راسي شيء ابد. حلوه. اللي على راسه بطحه ايش؟ حط جلسه. وبورد هيدك. ما يعجب اشوف. بلا عشق عشق. هذا راسك من يوم انولدت كذا انت؟ اكبر معي. يعني يا رب لا تعاقبني يا رب يا رب يا رب. عوامل ثائرية انت تضخم شنو هو شاطي؟ انا اول مرة اشوف راس في ميزان. هو الشيء الوحيد كبير من راس ادري. انت كم مرة هو كم خلاص كسرت رقبتي كم هوشة بالله ما ولا مرة ولا لا مو ولا مرة انا اضرب الريجين. من اللي فنخك من هنا؟ تأكد ما هي فنخة. ابن ابوي ابن عمي ليش هاك راسك من؟ ها؟ بعشق باردة هيدك والله انا والله انا باردة ما يبي اعلم من مصفقة اعتف عادي يعني انت يعني نسبة هوشاتك نسبة هوشاتك 20% طبعا شيء يا اخي استحي الشيب والله العظيم استحي والله استحي وشو والله يا سعود شوف الشيب شوف يا عيال دقيقة يا عيال سعود 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 طيب اذا انت ما احترمت الشيب هذا يا سعود قدر اللي اصغر منك اعطف عليه يا سعود يا سعود اسمع عيب هذا اسمع سعود سعود ركز معي سعود ارحب ارحب خلاص ابو عزيزي بري بري حالته والله شوف اوجد الفرق يا عيال في فرق لا لا حلو والله في فرق لا في احد ثاني بخاطر اسمع علمني انا بشربة انا مايك هو كيوي بس كيوي وجعان يعني كيوي ترى بحكي لك بيه اوجد الفرق كيوي يابس يا ولد مرقت ما تسقي انت اسمع يا محلق رش مويه يا مرقت محلق تبطل هنا شوي شوف لو قلت لا بلا تجي تقوم مخر عني عشان ما ينشف راسك يا عزيزي يا عزيزي تقسيم انت ولا ايش عيال من 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 ابن الذين اللي حالف عليك من الذبون في كل حاجه خلينا من ابن الذين طيب خلينا ما تبغى نذب خلاص يلا لا 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 خلاص خلاص عشان انا ما اقدر امسك نفسي عشان ما يا اخي روح يا اخي لا حك وجهك ما كانوا يذبون لين علمتهم اخي السمع سيء يا اخي الله يهديكم والله اني ما بلا مبطق بس هذا عبد انا درسه حصل هناك حتى ما تعرف تتبع نفسك والله يا باشك احنا انا كبك على الهواء مباشر احنا اتفقنا تحت الهواء اني حاجه اقولها تعزز لي ليش تبيعني؟ انا ما ابيعك انا اشتريك عقب انا اشتريك ابن عوف وش؟ اخويا احب خشمي احب خشمي احب خشمي احب خشمي احب خشمي بسرعه معجب احب خشمي معجب دام الجروب اصحاح والخطر اصحاح انت انا اقول حب خشمي أنا أقول شاهديني أنا معجب حب خشمي اعتذر أنا أقول والله أنت تستاهل محبة راسك الحمد لله يا عزيزي على نعمة العقل ودي لا ذي سوالفنا والله ما له نقول بث نايم أنت بسؤال أنت مستكسر يا عيال يا عيال يا عيال قوم قوم صح البث قوم 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 يا عيال قوم قوم يا أخي باقي الصلاة باقي الصلاة باشك خليني أرقد صح البث تعال تعال اجي عند جنبي يلا يلا أهلك أنا صح البث يلا يلا شو خلاص كله كله بيبي دهنا والنبن جدران ملايع علاعه كان في صدره دواذير صناعة قوم محمد العابر روح عشان تقوم مع التغيير روح تقوم من من في الوقت والوقت خداع ما دريت ضحكة الوقت خداع شفت مدخلي ولا شفت مطران لا 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 يا لا لا يا لا 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 مسبب له أزمة دقيقة يا عبد الرحمن دي خواب يا معجل خلص حلوة حلوة والله حلوة والله حلوة والنبن جد لنا ملايا علاعه كان في صدره دواء طلقت ماروتكم يا الربع الرجال قطعت ماروتنا 600 او 67 عزيزي انا قد دخلت هذه التجربه اللي هو جاها يا رجال بعلمه عزيزي ابو محمد جبل ارتيمناه باذن الله بكره اول من يرجع ابو محمد جبل ما يحزن هذي مثل ذي وانت اول من يرجع ما بحزن ما بحزن الرجال ضايق يعني لو طلع بفريق بدل امور بسيطه ان شاء الله مال الصعايب غير روس الرجيل رجيل اللي تحلع قدها لا تزود سلام
راح راح انا مع النزهه على بارد الحيل ما دامت احبال الرجاوي تطوت متعرض مطرقه ومتعرض الليل واللي لازم من دونه شرح ينعوت صح لسانك روح روح وكمل ثنيه يا زلزة يلا يلا المهم يا عزيزي ماني طيب عقبك النهار اسمعني خلي النهار يمسي انت بكره تقف على هذا المسرح حلو المسرح كنت احبه شو ما وقفت عليه ذيك الوقت بعلم كان يقول ثاني كره يجي شفت لين جاك زياده بالله ايش كان شعورك والله شعوري الليله غريب لا والله شعور عادي شعور عادي بس وشو يا اخي توتر ما ادري شلون عليه وانت بتقابل خويك وانت بتقعد انت واخر واحد يا الله انا عادي لا يا ولد طلعني بس لا تخلي معي واحد طلعني بس لا تقارني بين واحد قول تعال صوت لنا وصوت لنا ما ادري هذه علي يا رجال هذه علي على راس ما قلني شيء بس انا ما احبك يلا كلنا منحب والله شوف المسرح ذا سيظهر نجوم باذن واحد باذن الله وانا واثق ان كلكم نجوم انت ما دخلت هنا الا انتم رايجين مليانين هذا الكلام والله كلام ولا ابيض الامور قلنا عليك زود قول شيء ايش فيك انت؟ انا عذري انا عذري معي انا عذري معي انت ما مدحتني انت مدحت المجموعه كلها وانت من ضمنهم لانك تستاهل لا طبعا انا يمكن مو من ضمنكم ليه ما انت من ضمنهم؟ انت 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 يمكن انسحب من بالنا انت راس العنا يمكن انت ما وصلت المكان هذا الا انت نجم انت نجم طيب وش يثبت اني نجم؟ يا حلو شيطان انت انا اعلمك انا اعلمك شيء تعديت ال 24 ساعه افهم انا اعلمك شيء ليش انت تعديت 24 ساعه فيه اكثر بعد من 24 صاحي اي والله اعلمك ليش انت نجم؟ ايه انك جالس مع النجوم طبعا غير ذا الكلام اعلمك ليش نجم؟ لا احد جاء مني علمني ليش شرط انت كيف حكمت علي نجم؟ كذا اتوقع والله يا اخي كذا حقين الطب برضه معجب عودنا في الطب برضه معجب هو كذا اسلوبه خايف شوف ذاك علي عساف ما شاء الله تبارك البارحة يا حسين انه هو شايف ركايكوعي من العشاء لين اذان الفجر يا حسين بغير اسال خطري بال دموعي مثل الذي من يقضي الدين بعدين طالعك بما ضيم ضبيهم كلهم كل سبب طري حزينه لطبوعي النادر اللي شفته قبل ما يجي علي علي بيشده ما يحمل هذه لو بسالك سؤال طلق حجاجك يا ابو محمد شوف هو تحس انه شايل بس عادك كلك سعد والله الامر بسيط يا رجال كمان تقول شايله هو روتين وش ما ادري السبت الجاي السبت الجاي يا علي خلينا نعيد لمده نديش اجلس خليني اعلمك سالفته يا علي اجلس سعد اجلس لك سعد مايك علي فك فك الصامت من جوالك مسفر فك الصامت من جوالك يا مسفر لا جوالك صامت عند يبسو شفت الطريقه والله يبسو خلاص راح 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 لا جديد 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 يا ولد يا ولد عقد لا لا بسم الله كل دقيقه الحين اموره زين اخويا علشان تبلع لكم مسافه يا علي قول عني ما تقول مسافه طول عمره يا ولد نسيت الحين برا لا والله ما تروح لا والله لا والله ما تروح والله عبد الحسين والله ما تروح والله ما تروح والله ما تروح والله ما تروح والله لا روح والله ما تروح والله لا روح روحوا كلكم يلا الله يستر عليك يا نفتر ما تروح يا علي لا يا رجال الموت عبد الحسين يركض راسه ثابت كيف ما شايف يركض يوم ما شايف والثاني بعد لا على حساب على حساب بيطير نجار يا عبد الرحمن الله يجيلك من الذنوب ان شاء الله يا ابو وش شعورك؟ شعوري شعوري ذا الليله غريب كيف الحبيب عبد الرحمن راح عزيزي هضاله هضاله ما في هضاله ان شاء الله طالعين كلهم طلع ما في ان شاء الله طلع الرجال علي ستحزن برايم الاول ستبكي برايم الاول الاثنين اللي طلعوا سعيد وذا خالد حزن عليهم اللهم ما انا كذب عليكم لكن بعدها
والله صارت البراي ما تصعب. شو المشكلة ما صعب؟ أنا أحس صعب وصعب وصعب. شو قبل البراي. الحين يعني ليش لأن تشكيلة كل بوها كم بعد خذينا معها زود زدنا في الأيام. زدنا في العيش والملح وزدنا في السوالف. أنا أشوف الأيام بدها تمشي بسرعة. من بعد البرايم الأول والله أنا تمشي بسرعة. فاتح الموضوع وأنا أتكلم فيه فتروح تنط في موضوع ثاني. هنعلم. أنت تدخلنا في دوامة ومتطلعنا في دوامة ثانية ومتدخل في موضوع ثاني بتخرب. تدري تدري من أنا أدري البرايم. أنا. أتمنى سعود سعود حشم. سو طلعت. لينه قروشه ياكل المخ المخ ذاك. أنا يسموني. أنا تبي الصدق والله ما أبي أحد يطلع. والله كانهم مني وفيني الصدق. والله العظيم أنا أعرف. يا ود إيش لو أطلع ما راح أحد يبغي على ولا أحد يبغي. عاد أبي ولا واحد يطلع. أبي إذا أحد بيطلع إبراهيم خليت فهد عيان يطلع. لو طلعت أنا. يطلع لو طلعت أنا تبكي؟ لو سعود والله ما أبي أحد يطلع. لا أنت سعود ولا أنت أبو فهد؟ مطالب يا شباب. هذا عرض أبو فهد. مطالب يا شباب. مطالب ما يخصفون مني لا بأن هذه مرة لقوا شمت في المايك. اللي قبلها لأن ما لقينا البطارية الجديدة اللي تو فأتمنى أنهم يخصون مني لأني أنا إنسان محارب في هذه البطارية والله مشكلة من قبل فاميم والناس اللي موجودين فاميم إيش فاميم اللي بالنقد لا فاميم اللي دائم تقول إيش فاميم الفاشل جدا الفاشل واللي لا يمتلك أساسية النقد وصنع عني صورة سيئة جدا أمام الجمهور وصلت لبعض الرسائل من الليدر الله يحفظ وجهه حتى أنا قال بأن مجموعة النقد لكن كيفهم هي محاورة ينزلون في المستوى ننزل في المستوى ينزلون لكن كل واحد ينزل منزل لكن أنا يا رب لك الحمد مدام أني في عيون ربعي طيب ولا علي من فاميم ولا علي من محمد سالم دعيري ولا علي من عزيز محمد وعلي من سلطان الهميل لأنه رجال منصف ويقع في 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 منطقة الحيال طيب لذلك مهما كبر الأمر كلهم كلهم أعلن والله وقسم بالله العظيم بأن جلدي جلد تنشح ما يدخله شيء اسمع وان عظمي عظمني يرد الجبال اسهل كفو والله انا حتى وللتو ما بدين وباذن الله ان الله يخارج عبد الرحمن بكره والربع كلهم 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 يطلعون ويرجعون اوعدكم وعد واقسم بالله وتالله وعد اني راح احتمي مركز الاول مثل ما احتمي اسمي وعن جدال طب اسمعني اول شيء تستاهل والمركز الاول بدري اول كلام يجي لنا اسمع اسمع احتمينا قبل نجمة سمعت اسمع وما خذ ما خذ وما شرب فنجال سواء في البرنامج ده ولا غيره فنجال لك لا طيب اما تقول لك كلمه طيبه ولا عمرك على ميرند لا والله اني صادق اسمع يا ولد اول شيء لا لا احنا متمشكلين ذي الحين في المركز الاول الرجال يا رجال يا رجال ولا الاجواد لا قالوا الحكم قلنا لكم الوعد من سير الله كل الاجواد لا قالوا الحكم قلنا لكم اولا يا شباب كل ابوكم انا اكتشفت ان هذا معيان مسبب ازمه بعض الشباب صراحه بعلمكم ليه لأن أشوف فادي عيان بالنسبة لي صار كبير الرجال هو كبير منه لا 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 كبير في النقد الكبير أخوي أخوي رجال كبير الله سبحانه بس صار كبير في النقد أنا أتكلم في النقد أدخل في موضوع ثاني خلينا في حوارنا هذا أي. أشوف إن الشباب بدأوا فاهمين فاهمين أنت أعطيته أهمية كبيرة أنا أشوف إن هذا الشخص ونعم فيه كشخصية بس في النقد اللي هو إذا اقتقم شخصية فاهمين أنا أشوف إنه هو نعم على كل حال لكن أشوف ما فاهمين ما أدق له أي أهمية الصراحة وأدري إنه بيقول قلت الكلام لا عشان أجي يجيب لي النقد ما بينقد أنا بس أنا أوضحكم يا شباب لا تعطون أحد أكبر من حجمه هو يتكبر ويتجلى كم موسم هو صار لناقد كم برنامج واقع أربعة رجال كل رجال أول شيء مطلق ربعة ونعم فيها لا أتكلم عن برنامج أخوي الأسماء اللي تذكرونها أربع مواسم خمس مواسم الأسماء برامج واقعية هو متصدر المشهد ورجال يستاهل وعنده شريحة جماهير معاه والناس فلما يكون الشخص القائم على التقويم ظالم هني عند فرصتك اقل زعل منك فيد مايكك وما ترد عليك عرفت شنو غير الحجج الواهيه غير البيعات أنت الحين يا ولد الاسماء هذه لا تجيبونها عندنا في الريالتي 12 ساعه لان دقيقه واحده عندنا واجد لهم اولا واجد عليهم انتم اول ما تطرق للموضوع هذا حلو فتقول الرياليتي دقيقة أنت أول ما تطرق الموضوع علي عساف تطرق لي تطرقت إلى الموضوع فأرجو منكم الإنصات سلبو. والالتزام في الموقع وأرجو منك يا كابتن عبد الله الحصانة الحصان هرحب شل كبوت ومالك طبيب بيارقن دون العز مبراه بيارقن دون الأوائل دون التحدي دون التحدي فرحاتهم بالطيب ما هي تخذل يقوهم عند التحدي يقوه أنا حرمني لأجلهم والله نعم والله نعم الناس اللي احتموك بهذا وأنا لأجلهم
لبد لبد يبذل الجهد. اي اي حصان الجاي تكفى ضبط ضبط من والله كم تبي كم تبي صوت حصان عادي. انا انتم متخيلين انا ماني برايم بس ثاني خاص من 2000 ريال الحمد لله 2000 ريال على كل حال 2000 ريال متاجر يعني اذا جتني سبحان الله سبحان الله يا سلمان يا عيال سلمان ملهي مو برايم لا لا ادري ايش فيكم منصدم قسما بالله ما احد انفضل فيه انا اقول انا اقول الحمد لله انا اقول قول سبحان الله سبحان الله انا اقول الاسبوع اللي راح ابراهيم انا كنت فيه حليت محل نواف عياش سمعت؟ طلعت من ابراهيم جيت محله والله هذه يا الخو الحب سمعت؟ هذه يا الخو ايه لكن سبحان الله شوف خمس ساعات كيف تدور الدنيا دواره طلع ذا الحين في ابراهيم نواف عياش ابراهيم؟ اي ابراهيم والله اي والله انا ما ركزت لا ابراهيم بإذن الله إنه بيرجع لي إن شاء الله إنه تعلق اللعبة كلهم أنا نسوي ستارت أنا ودي ودي كلهم يطلعون لا نسوي ستارت ونعيد اللعبة من جديد يرجع علي زين زين أنا دخلت يعني بدال لا تكسر اللاعب أبقى أنا هنا لوحدي لكي آكل الحشائش وال والله العظيم أنا أقترح الفكرة دي ورحمة الله وبركاته علي أنت معنا في الفكرة هذه ولا لا إنك تسوي ستارت ونعيد اللعبة ويرجع برنامج ولا تدري نقطة مهمة والله العظيم لو انت الحياه هذه ضغطه ستار اللي انت تكون اللي انت تقول كان ما في احد في ستون كان ما في احد عليه شيء انت اول واحد ضغط ستار الغلطه ترى خطا 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 كلامك خطا والله اسمع هذه سنه الحياه لا الحياه ما نتكلم عن نتكلم برنامج انا اقول لو انها في ستار صمت لين انت برنامج لا 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 اخطاء ما تعلق كم واحد دخل السجن وجرب العقاب يوم طلع ايضا اخطا من جديد هي الفكرة ما فيها وازع ديني أمر داخلي أشياء يتعلمها الإنسان الفشلات أو العقبات هذه هي أساس النجاح والصعود إلى القمة اللي تشبه قداركم في عيني يا ربي أنا أقول إن التوفيق بيد الله في الأول وفي الأخير نعمل بلا غير بالنوم الله يوفقنا ونعمل بالله الله يوفقنا الله يوفقنا جميع المسلمين اللهم آمين وشكرا فريق الدعم قسم بالله يا جماعة الكلام حتى اللي قاله لي خالد حامد وصله لي الله يبيض وجهه عن الدعم عن الاشياء هذه كلام كبير الله تعال احنا يا باشا الله يرحم والدتي يدعو لها الله يخليك الله يجعلها جنب يرحم والدي الله يطول في اعمار شيبانكم وامهاتكم عموما انت تستاهل يا ابو الله يرحمك هذا شيك يعني الخط اللي بيني وبينك 1000 ريال سدحتها علشان ما تخرب البرايم والله كل حال انا بسك سدحت 500 ولا ريال مع 500 شوف الذكاء حطيت 500 والله الاسبوع الجاي 500 بعد 1000 ليه؟ ما تحطيت برايم الا صح برايم انت ترجع ان شاء الله باذن الله انا ان شاء الله متفائل خير صح ان عندي راحه اهم من برايم صدق ولا ازش عرب من راسي وين ذاك الليل وين ذاك الليل احب اصرف يا يدي اصلا من خرقه اصرف الريال قبل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد لله وسبت الفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله.
أبدئكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلقكم يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا مبين لكم على فتح وسأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تردوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك قاتلا إنا هؤلاء قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ونقبلنا بين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وجزاء بما كسبنا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم والذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة بعد ما يقولون إن أوتيتم
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تراصوا حاد بين المناكب والأقدام استووا يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صبحتوا بالخير مبدئيا. نور. حبيت انوه على نقطه مهمه، واغلبكم اكبر مني عمر سديد، ويمكن يعلمني المعلومه اللي انا بعلمها. التحسين واجب، فكلنا يا طوال العمار يشاهدوننا سواء 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا مليون، ولا لابد من تحسين النفس. فحبيت أبلغكم عن تحسين النفس. فيها أدعية والأدعية واجد، لكن اللي أرددها أنا دائم اللي هي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أول دعاء. والدعاء الثاني: اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، المعوذات 3 مرات، ايه الكرسي، وإن شاء الله أن أمورك السليم دامك ذكرت الله سبحانه واحتميت في حماه. والله يكتب لنا وإياكم الأجر وإياكم. يا رب يطول عمركم. استفدت؟
ايده حق ادعيه زين اللي يفهمك مع ادعيه يا رجال تعال نروح بعشق ودك نجسيني والله انه حلو هذا جلسه ممتاز اسفين اسفين قروب امزح امزح لا بن بس بنسوي تعال نمزح نبغى نسلم قطتي ايش؟ ها؟ يلا تم قطيت اغراض خلاص كم؟ ها 200 ريال والله طيب الحين خل خل خلنا نتفق مع الشباب حاضرين ها؟ والله احسن لنا احسن طيب ايش؟ جبنا هذه هذه قطه حق المؤونه العامه يعني بنجيب لنا برجر بنجيب لنا خبز برجر بنجيب لنا الو طيب تم يلا الحين بسجل اسامي الرابع خلا 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 عشان اجي احطها مره واحده وش بدي ها بيكون مسؤول الاغراض بسام لا اعترض ليه كيف بسام يجي مسؤول بسام يلا يجي مسؤول على نفسه تحطه مسؤول اغراض بسام افضل طباخ خلاص اعترض بسام بسام افضل واحد بسام مسؤول الاختيارات انا اعترض على شنو انت تحضر حقوق يا اخي اكيد حق بس اسمع يا اخي خلاص عطر 200 حق تخليه ينقلع يا اخي انا بجي مسؤول تم هو طباخ عادي بس انا مسؤول انا بعد طباخ انا اعترض اي ماني انا بماني مسؤول صح ايه؟ انا اعترض اقعد حارثي ما يقط ما بي عايض عايض انا اعترض بسام ما ابغى يقط معنا خلاص اسمع انا مسؤول اسمع انا مسؤول انا مسؤول من حطيت الله امانه من حطيت من اول ما اكلمك على القط اي صح صح خلاص انا مسؤول انا عارض يا جماعه بقط معك ولد اجازه انا ما بقط ولد اسمع زين خلاص انا بفصل انا راح اكون مسؤول لا لا اعترض اسمع شوي بس انا بكون مسؤول وانتم مسؤولين الاختيارات انا اعترض كل اعتراضات هالجلسه دي والله عاد اعتراضك انت فيها ما وده ولا جاب ما هو ايش ابغى يعترض وش سببه وش سبب اعتراض انا اعترض ابغاك لحالك علي اسف معليش تدخل الاثنين هذول معك يا اخي شوف انتم معترضين تدري ايش الصاله بدي بعلق وعلق انت معارضين على وش ترى السالفه كلها اثنين كيس رز وثلاث كراتين دجاج ليش معارضين خلاص انا اعترض ما تبي رز ابو عين تبي رز ابو رمش تبي ابو كاس رز ابو رمش لا رز ابو عين انا اعترض بس رز ابو رمش انا اعتقد تدري من اللي تحطه تدري منو يحب ثلاث كرات العسير ثلاث هي عسيري تاكل كتير دجاج اليوم ولد انت مو انت معه انت معه والله يا عيال نوم على والله يا عيال معجب هذا قاف والله اللي لقيت واحد سارق دجاجه ويسوي لحاله اني لا اتفاهم معه بعدين لا لا يا اخوي ما نبغى رز ودجاج اي ما نبغى بجيب لكم بجيب لكم برجر لا نبغى برست يا اخي نبغى نواشف نبغى زي الزيتون نبغى تونه نبغى جبن حامض ترشح من يجي حق المعيشه ترشح من يجي حق المعيشه عطري عطري قلم يرشحني انا اعترض ناخذ معي انا اعترض عايز انا اشوف انه بيجيب طلباتنا وبيلبي رغباتنا اسمع اسمع لا قصورهم فيكم يا انا يا محمد جابر لا انا ما في لا 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 احنا اصحاب مسؤوليه ساريه عشان اغمز لك يعني حتى يا شباب يا شباب يا شباب الكل شركه مذيع اللي قاعد تسوونه هذا طيش انا بكون مسؤول يا اخي لا نعترض يا اخي اسمع شوي بس لا نعترض لا من حقنا نعترض ونقول يا اخي لا اصير مسؤول ارضي ايوه ايوه نبغاها كذا يا الربع اكلمكم جد والله طيب انا الحين اختار انا الحين ترشيح ترشيح طيب على ترشيح مرة يا ابو شاكر يا ابو شاكر ترشح من يا لا قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله حكم صل على النبي حلو والله ما غير انطقت قال لا ترشح من يا ولد انا بس بجمعها انت الحين على الاختيارات هذا هو يا انا يا عاد اختار يا قيس اختار يا انا بتصير مسؤول المطبخ انا قيس انا طالب في الايباد رجع من في ايباد تجيب ايباد نكلم زياد شيخ سنة والله يا عاد قبل بعد تصويت الباب نحط عايض بسام بس عصبت على رفستوني يا ولد ايش ذي رفستوني يا عيال في تصويت انا بصوت معجب انا ولا عايض الحين ايه لا مسؤول بيجيب اغراض انا ولا الاكل لا تغمز يا مزن ما كان محترم تقديمك بعشق اغمز حتى انا شفتك كان كيوي اغمز وجعان وانا داري المغرب احنا نعيد الذبه عايض من نعيد الذبه لا صح من المغرب نعيدها صح والله انا صعد ابو عشق يا شباب محمد جابر تعال تعال دقيقه جابر
يا خلاص يا اخي تست مايك يا شباب شباب يا شباب يا شباب الو ارقب ترقب اقول ابا 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 جاء سبيكر بتكلم تعال لا تلفزوني خليني اتكلم يا عيال نرفزهم الله يعزك يا شيخ اتكلم دقيقه عند القيس عند القيس لا لا رشوه رشوه عشان صوت لك يا عيال عشان صوت لك قشر حلو تعال عندي تعال صح بروس خليني اطم الصلع ايش يا غيره الرجاء يا غيره يا قيس يا معجب خلي قيس يصوت يا معجب يا قيس صوت اطير منكم سدا ما في طار لا لا ما في طار صوت وش يا لا عشانك نفست بس لازم تنفس ما نفست لا لا لا, لا خلاص صوت يا حبيبي انا ماني من العيال في يدك يلا سلمان بملحي شفتوا انا والله سلمان ملحي انا ارشح الاسطوره بسام بن عاشق يحيى الحق يحيى كفو اثنين الحين دقيقه دقيقه باقي باقي اصوات ابو صالح ايش قلت؟ لا اسمع الموضوع الموضوع اسمع ما في ذمة بس فيه بطن سلام عطيك دراع في بطن ما في ذمة عطهم دراع في بطن في بطن والله ادلعكم والله ادلعكم رشوة لا حرام اعوذ بالله هذا هذا حقته لا لا بالذمة حقتك بالذمة حقتك ها بالذمة حقتك مالتك بالذمة والله في عزيز لعن الله الراشي والمرتشي لعن الله الراشي والمرتشي جيب 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 الله ايش رايكم في رسالة اسمع ايش رايكم يا ولد ايش رايكم برسالة رسالة البطنة الله يبيض وجهك حاشي كامل خلاص انا ارسل لكم ولد اجيب لكم ثلاث حشو من سرعه ثلاث حشو ثلاث حشو ولد يلا عيض الحارثي والله ما تقبل لك شهاده من هي عندنا الاغراض بجيب لكم اغراض مؤوله ليدر واحد اقلط تعال عندنا موضوع المشغل حرام مطبخ لا 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 انا هو مسؤول انت المسؤول بس الاختيارات الاختيارات تختارون عندي ثلاث اصوات لك لك يا ابو عاشر كانت دعابه كانت اعطاني اياها اعطاني لا دقيقه وقف انت بلح اجلس اجلس عد عد التصويت طالع عليك جميل اجلس التصويت علي علي امسك عد التصويت ايوه ايوه امسك تصويتك منو بالذمه وامانه وضمير طيب امسك بسام انا مسؤول الاختيارات مش الاختيارات انا بشوف انا بشوف تعال 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 انا انا شو انا شو لا 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 من حق يا اخي حق يا اخي يا اخي خلاص ما عاد يا تعال خلاص معجب معجب لا دقيقه ما عاد ابغى خلاص معجب وين معجب بقوه هي بقوه جيب جيب راسك يا ايباد زياد الشيخ كسرت خلاص بنصوت بنصوت بس شوي شوي علينا خلاص خلاص ما عاد ابغى خلاص خذها خذها عطها يلا 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 يا علي 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 دقيقه كلهم الاثنين من اجيب بسرعه بسرعه نبدا من عند زياد دقيقه ما عاد بسطح تساوت الاصوات دقيقه اصبر يلا دقيقه عاد فهد من تختار بسرعه الله لا يحيي المسلم يلا اختار بسام بن عاشق روح حلو تعال تعال ابو عاشق خلاص خلصت اختار بسام بن عاشق وانت انا اختار الاثنين كلهم يقومون لا لا واحد يا اخ يا اخ انتصاف يا زياد شيخ اختار واحد لازم اثنين يقومون بشغل لازم واحد خلاص هذا الحارث يلا ماجد عشان الطبخ ابو عاشق اثنين واحد ثلاثه ثلاثه واحد ثلاثه واحد لا لا انا سويت هوني ما ابغاهم اثنين ها ابغاهم اثنين يا اخوي اختار الحين ايش قال حدك على المره اللي مر منه قول لا لازم واحد انت بوج جامل يا اخي يا اخوي هاي باد زياد باد جامل زياد ترفع صوت ابشر بس سعد خشمي ابو جابر خويك ابو جابر ونعم الشعر ابو وش فلوس هذه وش معك فيها صوت ابو عاشق ابو جابر ابو عاشق يضبط لنا مكرونه خلاص روح روح تعال والله انا اسوي لك مكرونه بشاملكم يلا محمد مفرح من اللي يكون مسوي بروستي اسوي مكرونه بشاميل ما يعرف بسوي مكرونه والله ما يعرف كل واحد 200 ريال انت عارف اسحب صوتي اسحب صوتي
صوتي يروح العايد. صوتك نقص اصلا، راح العايد اصلا. انت بكبرك ما تحسب الحساب. يسوي بروست يا بسام، انت عندك بروست. هذا كذاب والله العظيم. لا تحلف والله، لا تسوون اندومي بنفسكم بكره. اعرف نفسي والله. لا دقيقه يا شباب، دقيقه. بسام 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 يا بسام، خلاص يا بسام. لا يا شباب احنا عشان خلاص بست. اي ما معروف. سحبت 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 يا بن عاصم يا اخي، ايش باقي تحاول فيه انت؟ خلاص الفايز بس يتحمل كلامك الرجال. اذا قال اسمع والله الفايز بمسؤول المطبخ. يا بسام 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 اصبر يا فهد. نقول لا لا، احنا اخترنا عايض ترى بكره. ما اخترتني. بجيب اغراض، بجيب شيء ترى يسويها كلها. انت راح يسمونك تكون مسؤول عن المطبخ. يلا إيه؟ يعني دقيقه خلاص. يعني اذا الحين انا جوعان اقول عاد بالله اروح اسوي لا. لا 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 لا، اجلس يا ابو جابر، هذه كلمه ان فيها اسقاط. ان تسقط علي تسقط علي. لا لا لا، انا بروح اتكلم علي. اسمع انت، تقول لو سمحت يا عايد. اسمعني الليله، اسمعني الطبخه. انا قاعد اتكلم، اسمعني. يقول دقيقه يختار محمد جابر كطباخ مساعد. علي ترى ولد عم زياد الشهري طلعت والله ما تذوقها. ولد عمك زياد الشهري ليه؟ انا والله الذي لا اله الا هو اني احب اخوانك واستحي منهم الا بعرف كيف اتعامل. ولد عمك زياد الشهري، عرفت التصريف؟ انا احب اخوانك واستحي منهم. ولا لا الفايز في مش تبي تدخل اخر اخر فرصه. اي ابو عشق يلا اخر فرصه. اخر فرصه وش تقدمون لي عروض؟ اخر اذا فزت انت ما حد يناشك لمده شهرين. روح ويسمعون كلامي. نعم ايضا الحارثي ما يتعرضني. نعم بس بشرط تفوز بالتصويت. عطني صدى. تعال تعال. لا مالك اسكت. انا ما اجي بجنبه. ما يجوز ما يجوز يا اخي. ما اجي جنبه يا اخي. هي ما اجي جنبه. ايباد زياد ما سولف. انسحب انسحب انسحب. ظلم ظلم ظلم. صوتوني كلهم ظلم. اخوي رجع رجع. لا لا ما ادري. لا ما ادري. اسمع يا عايض، ما انت اللي تاخذ المباراه، تاخذها بدحم جنب. قوم خايف مني ترى. حضري يا شباب يا شباب، الحين اللي موجودين هم مسؤولين الاختيارات زين. نبي بامانه وذمه وضمير، وتاكد ان وراك عيشه بتاكلها. يعني انا والله اختار بسام الحين. واحد عايض الحال. واحد بسام. واحد بسام. اثنين اثنين بسام. كم ثلاثه سعد الله. تخيل انك انت فوزك في بيدي انا. اي اسلم. يلا يا هادي بالله. والله انا فوزك بيدي. اي انا اقدر اخليك انت اللي تقوم على كل شيء، اقدر اقول لك انا برخ لك هذا والله. يلا بس قول له هلا. ديدي ديدي دي قول هلا. وش بتوفر لنا؟ بجيب اي بعطر برنامجك انت. خلاص خلاص اسمع. مكرونه دجاج مهبة. لا تسقط. بجيب حاشي. بجيب حاشي. لا تسقط. ما اسقط. بجيب حاشي بروست. يطبخ بروست، يسوي بروست هنا. والله اذا هو صادق انا بعد انضم لك. اسمع لا لا ما بسوي بروست. ما تبغى انضم انا. اسمع ما تبغى انت تعبون. نجيب بروست من برا يسوونه لكم هنا. يا اخي ما نبي يوم واحد، نبي نستمر ناكل. ايوه ايوه نبي اهم شيء ناكل. كل يوم عشاء غدا. كل يوم اكله جديده. خلاص انا بعلمكم زنباسي. بعلمكم انا لي اسبوع ما اكل شيء. خلاص كل شيء موجود. دقيقه دقيقه يا هادي بالربعه. انت مصوت ولا تلاحظ؟ انا بس اسكت. الف مبروك. الف 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 مبروك. انا بعلمكم ايش عندي عشان ما تقولون بعدين ليش ليش. خلاص ابعلمكم ايش عندي. انا رجل بوفر لكم الاغراض كامله زين اللي لكم علي. الوجبات الرئيسيه اني ما مقصر فيها. غدا عشاء ابشروا. انا احتج انا احتج. اما ما اكذب عليكم كذاب زين. انا اختار اسوي لكم بروس. خلاص انا احتج. انا انا ابي صوتي بسام بن عشق. كفو. يلا طابق يا شباب. تعال شباب. تعال يا بسام يا بسام. جحدكم اصوات. اللي صوتوني بيض الله وجههم. بالنسبه لابو صالح اللي صوتوني كل واحد جابر الخوان. لولا محرومين من الكبسات ولا عشاء. اجي سجل سؤال. عندي 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 عندي. ايوه اسمع اسمع اسمع. المهم اسمع تعال عشان عايض. تعال اسمع اسمع اسمع. والله الذي لا اله الا هو. شوف اسمع اسمع. احنا اخوان نهرض قلوبنا على بعض واصدقاء. اصدقاء سرير نجب السرير. يعني ما لك حيل فينا. احنا اخوياك. اللي لك مني اسمع اصبطك فيه. لا اسمع اولا زين ابو عشق الاول من الاولات. رجع عشان اعرف بالله. رجع ما عرف يتكلم هو. المهم الاول من الاولات
يا نفدا خشمك انك تبشر بس سعد. ايش الاول من الاولات يطول السلامه. انا والله الذي لا اله الا هو اني اخترت واختياري كان تعب علي عشان قبل طلع درنك بتجيب العيد يغير كلامك يوم بكره بكره. شوف انت الرجال والرجال ما يعلمونك انك محمد بن جابر اقدح من راسه. انا رجال يطول عمر السلام اقدح مين هنا علمني الحين درسني ولا تصحني لك وانت شفت ها حراق قدم لنا عرض صوت لي حراق غير انا وياك ونصوت لك سيف جاليري. انا اقدمك عروض. انا ما عندي عروض. انا ما عندي عروض. خله هو خلاص خلاص طبخ روح روح طابخ لان احنا دافعين 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 تطبخ لنا. عندك بروست؟ عندك بروست؟ عندك بروست؟ يلا يلا بس عندك بروست؟ ما عنده بروست. ما عنده بروست. دوروا بروست بكره نجيب بروست هنا الشباب دور تاكل علي دون حاجة يا ربي يا أحرمتني من المطبخ. أحرمتني من المطبخ. لا لا تضيق خير الأزاج روح يدرق حسبي الله على كل من أحرمني من المطبخ. حسبي الله على كل من أحرمني من المطبخ. أمانة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ماس فيه يا ربي كيف أكمل هالطريق سكر بمك يا كثر حملة الوداع يا كثر حملة الوداع. يلا برا 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 انت يعني برا خلاص برا يا عاد يا مخرج يا عاد يا مخرج جيب هلا الحق تمردسك انت كفل حق بوبي التصريح تصريح ناري من ابو عشق المسؤول القادم بخصوص المطبخ. هذا والله تحط هذا عنز مسرح فيها كيف تحط الحق يلا يلا والله العظيم ساعه وقومي تروح تجي العنز وما جاء ارحب روح انام بالله والله تعبان والله حقتي بسم الله ما خطرت يا اخي ما خطرت لا تروح خايف النزال يلا بطلع قرائم يا عيال واحد يستودعني بكل عطني بكل حب بسرعه قبل ما اهرب بكل الحب دي تعال يا ثقل حبنا كتوتو وش اللي بعدها؟ تعال هني 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 زياد تكفى من يوم طلع زياد دقيقة لا شوف شوف اليوم ركزوا عليه ها ركز إذا وقف إذا وقف إذا وقف زياد راح يرفع رجله يمين انتو بكرامة أصبر سكوتر سكوتر شنو تحس فيه وانت موجود في هذا المكان مرة ثانية على التوالي هل أنت استمتع بالبرايمات والله زياد ليش مرتبك لا لا ما توني ما سألت كلمة ما أنت زياد أنت سيام لا أنا زيادين فوق أش دعوة زياد مرتبك؟ زياد فيني نوم ليه مرتبك؟ فيني نوم زياد لا ليه مرتبك؟ يا حبيبي ما ما مداي سولف ها محمد خلاص بردان يرحم امك استودعني كل حب سكوتر سكوتر اهم شيء دور اديته اداء ممتاز جدا يا ما عليك زياد مبدعين لكن تاكد بان هذه هي نقطه البدايه وهذه هي نقطه الانطلاق بكل حب لا حق زياد موده حق زياد عيال بيطلع 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 واحد سلمان بن ملح لا ارجيك لا تروح راح برقد برقد انا بروح بيتنا والله راح ارقد راح ارقد راح ارقد يا شيخ راح ارقد راح ارقد كيف اكمل هالطريق يا كثر حمل الوداع يا رجال يا رجال يطلع برا المسرح يعني يعني انتم تغانم الحزن هذا من؟ زياد ها زياد يعني يعني ترى زين انا بكره بس انا في الاخر قاعد اشتري انا 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 من له انا من له والله ابو سعد حلو حلو الله يبيض وجهك والله يطول عمرك انت ها يا ولد كيف حالك؟ رجعت لا رجعت لا 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 قم جمع لا 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 خلاص صرت مسؤول بسام خلاص انت مسؤول الحين نعطيهم يا شباب سلام عليكم لا لا حرب حار يا ولد حالاته اي والله المسؤول حارب حار ما عنده يمين يسار عشان تغدى بكره غدا زين ها عشان تغدى بكره غدا لا
لاي 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 قم قم سو أي حركة لاي لاي براي 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 بار 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 براي 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 بار 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 هذه فيها شماتة دي باي 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 براي بس واحد والله انا يروع جدا اليوم. طب واذا جاب طاري سكوتر كثير واذا جاب بغى سكوتر بشتري له سكوتر بصراحه باللي احسن والله برايم خوف برايم خطير 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 والله برايم كم قوي البرايم والله برايم انا بعرف شبون بيهم حاطين برايم ليه اوكي عشان سنك بس عشان سني ايه تهايقه انا اتاكد انه عشان سنك بس ثلاثة من اللي في البرايم ستة سبعة لا ستة. أنا أتكلم عن اللي طلع من المستشفى خمسة هم اللي نزلوا في البرايم بسبب راحتهم لا 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 اثنين منهم ما نزلوا أحمد ما نزل جميل ما نزل جميل ما نزل هذول أخذوا نقاط فيها أحمد جميل في عندهم نقاط قوية أخذوا نقاطهم هنا جيدين مو نفسنا يلا يجي أنت ما خذيت أنا ما عندي ولا نقطة يوم أنا أصلاً مطلوب انا اطلب نقاط يطلبوني نقاط هذا المفروض ننزله في انا الظاهر يوم قلت في الاداره يطلبون سلف الله انا محقدوا علي صدقوا هم صدقوا وخذوا مني الله انا مصدقوا وخذوا مني انا كنت اضحك هجت والله قدم لهم اعتذار يمكن ها ها رجل ولا خلاص هي عاقت اصلا خلاص هي زحلطه هي خربت زحلطن زحلطن والله انها خربت عشيري كل ما مريت هلت يعني على قلبي تغلى هي هلت هلت الدمعة بزال يا واخلي ليالي هلا عشيري ما اعرف انا ما عاوز اضربني ولا يا الله يا ربي ان كانوا ذنبي براي 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 هذه شيء من الاغنيه ما يحفظها الا انت ما حد يحفظ سلّى عليك من الآه سلّى عليك بكرة براي شي يقول في غنية شي يقول آه لا 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 خلنا أذكرها خلنا أذكرها أنا لا هذا صوت مكيف يا عاي عطناتها عطناتها مكيف نشوف من اطول نحن انا معكم يلا معنا انتو يلا نشوف ومعنا انا بخلص بدري معنا يلا اسم واحد اسم واحد نادي اي اي والله انتخذ نسب اي والله انتخذ نسب ما اخذت الا واخذت ايش هذا اخذت نسب لا رديتها نمره بس عاد تعال هنا عشان اسمك عادل انا اسمع عادل وهذا اسمع يلا يلا انا بدخل النهائي 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 خلاص بيني وهذا خلاص بدخل معكم ذا اصبر قبل شيء ما صارف اي معك انا انا اللي بسمعك اي الحكم هنا ها انا وعاد الحكم يلا دقيقة لا واحد لا 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 واحد لا اضحك يا خرب اصبر واحد عطنا العد يلا واحد اثنين ثلاثة يلا يا رب ان كان ما يعقوب ثبتها
خلاص باقي باقي كمل وقفت انت الا وقفت والله ما وقفت علي والله العظيم ايش بخيت والله ما خيت نسى لا لا الفايز هذه هادي واللي قبل شوي محمد جاب باقي من الفايز ها كمل لا اي انا قاعد اسوي كذا من اللي فاز منكم الله الله يتحدى الرجال هذا يقول انه فوز عليه انا ما تفضي خليك تحدى انزل 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 انا انا عايش حمش حلوه انا تعال انا يلا اقعد وانا اروح واحد تبيع عشاء اللي هو النسم شوف النعاس باقي لنا هذا واحد اثنين بروست ثلاث كمل روح بغى يموت عليه انت بطل اصلا يا رجال غشاش هذا ما عليك من والله يقوم تلقف لي ثلاث اربع يا لا يا لا 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 والله الله كان الله اللي عقب ها كان واحد ان شاء الله صرت زومبي ها تلقط لا قوم لا بقوم بقوم ما يجوز بقول لك عنها ما يجوز اسمع اسمع انا الكاميرا تعلي والله مثل الهواء من ساعة فارقتني والنوم عيا واذا نصيت السهر رحاب وحيا اثر الهواء عندكم دقاق قديمة اثر الهواء عندكم دقاق قديمة شفت الناس انت عندي مو ضروري يعني ما يهم لو انت لامري وحياتي كان بعدك ما عشت والله كمل اغارق وش الشارع انك تناديني وما نساها محمد جابر تعال كني مع الدنيا وصلت ابي ابي الحدا يا ليتني ظلك معك وتابع انا ابي اغني ما فاضيكم ولا محمد جابر عندي مو ضروري يعني ما يهم لو غبت طيب انت لو عمري وحياتي كان بعدك ما شيت واقدر اي كذا الحنان اي صح صح انا مو بيك ما افكر غيابك عني ما ياثر كنت تعال مع اني تخون اصلا كل شي راح اذكر والله كل شي راح اخسر ها فيها شده انت عندي مو ضروري مو ضروري انت عندي مو ضروري يعني ما يهم لو غبت مبسوطه انت لو عمري وحياتي كان بعدك ما عشت انت عندي مو ضروري يعني ما يهم لو غبت انت لو عمري وحياتي كان بعدك ما عشت واقدر انا مو بيك ما افكر غيابك عني ما يقول
كنت متوقع ان تكون اصلا كل شيء راح صار والله كل شيء راح صار حتى ما ذي الفرح انت والماكو سوى راح نتذكر وراك كل شيء راح صار مع الرد اسمع قوم قوم حياتي يعني هامن معروفك قلنا لا 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 اصلا ما بين فارق انت والماكو سوى صار متوقع ترى لا 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 اللي نتندم خلاص ارجع اذن احد ما ايش دور اغنيه اسمع الرد اسمع الرد يلا عيال اصبر مع بعض واحد اثنين ثلاث طشرنا الوكيل طشرنا الوكيل وكنا ملمومين يا اللي حسدنا وصابنا يا اللي حسدنا وصابنا بين لا يا الربع هذه فيها رجع حبيبي استنى بالله يا عمي ايش دمك كبر لا لا ويلي يما يا قلبي اللي يحبك يجيك ويلي بعد تسوي انت سويت العليم ترك الروح بلا مخلاها قلبت عيونك ومن صدقك هاي مجروح والعشرة ينساها قلب النذر سواها قلب قلب وين وين غيب علي يوما قلب قلب وين وين غيب علي يوما شتري ذكر حبيبي خف اموت زين عطنا عطنا يلا ابو جامع اصبر خلنا نخش المود الحزين الحين اصبر يا عيال بسرعه يا رب لا توقفون عشان يقول قاعد نحضر هاك السبعه يلا عشان يقول قاعد تحضر انت لك وعيون خلصت عيني شوقك لي قد ما برك يا حبيبي الدنيا حلوه وخلنا اسمع ما خلصنا لا 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 ما خلصنا ما خلصنا ما خلص خذ خذ لا لا دقيقة احنا لا 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 ما حفظنا لا لا ما حفظنا مرتاح قلب الليلة وداك حبيب خاطري محبوب جمالك ما مرتاح قلب الليلة وداك حبيب الخاطري محبوب جمالك انا انسى ظهري يلا يلا واحد اثنين اكشن يا حبيبي الدنيا حلوه وخلنا نعيش العمر رايح ازعل تفرح تفرح الليل ما ودي تفرح الليل لا وعمري عبنا حب الدراويش يا حبيبي الدنيا حلوه وخلنا نعيش ما اعود شوف يا ولد كنسله كنسله اسمع 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 حبيبي الله ولحظه ما انسى لك عمري حياتك لازم نهديك ولك عمري وحياتي بلا ثمن نهديك تبقى انت حبيبي وابقى انا وياك تبقى انت حبيبي وابقى انا وياك معروفك حبيبي ولحظه ما انا حياتي بلا ثمن نهديك
تبقى انت حبيبي وابقى انا وياك مهما دموع عمري. تعال قبل شوي جابرهم قالوا ويلي يلا يا اسمع في وحده وي فيها ونه وشي الله يعطيني اياها ضايق. لا هذه خليجي نبغى بس نعطيهم يا عيال نعطيهم يا تذكروا قديم صح متعوزين تصير حاجين. لا شبيني شبيني كلش مكانك خالي خالي مكانك خالي خالي شو رد الايام الفرقة تقتل متى يجي الليل الليل دموعي تنزل اضحك بلياك كلش مكانك خالي خالي كذا كذا كلش مكانك خالي خالي وش يرد الايام الفرقه تقتل كل ما يجي الليل دموعي تنزل. بس خلاص يلا يلا رد يلا رد عندكم دقيقة قبل اعطونا 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 ويلا طرق صدر وما ذكر يسأل وما ذكر يسأل علي ويلا نسى طول الهجر ولا صبر منقس وتاق نسى لا خربناها يلا قول ويلي ويلي تذبح لا احنا نبغى راقي حزين ويلي ويلي يا عيونه تذبحني يا عيونه هذاك المكان اللي دقنا منه ايوه قلبي عمري يا ها عطر عطر شمامي 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 لا وقع 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 الا حلو لا ما ادري ايش اللي زين غيرها قدام يمكن ما سمعنا شمات شمات ما ادري ايش ايش اسمه شمات ينادون العمر راح ويلي العمر راح قضيته مو مجراح احنا زهل اويلي العمر راح يا ولد لا لا اصبر لا احنا قبل اصبر يا اخو حبيبي حاطرك ثلاثة مغنيين معاك وجاي تنطر شوي يلا انطر اصبر اصبر باقي ما بيجي عينه بتطير كل واحد زود عنده هد هد من داخل وقت النقد ها هد ولد راقي خليه يجي بسرعة يلا وين طلع داش حافظ راقي مشهور تبغون يا نجم روحي لا ما تصل الى الحبيب بس لا خذ من جهه حاضرين يا رب مشهور طيب وش تحفظ من راقي راقي عادي ما انا عارفي مية نقطة يلا خلاص هي اللي انت واحد اثنين ثلاث ويلا ضاق الصدر وما قدر يسأل علي ويلا قسى طول الهجر ولا صار من قسوته قسى ويلا تعال عقد معنا يا شيخ ارجعون يلا واحد اثنين ثلاث طشرنا الوقت طشرنا الوقت وكنا قلنا قلنا عليه حسابنا قلنا حسابنا ما قلتوها ما قلتوها لا لا لحظة والله ما قلتوها لا والله واحدة ثانية واحدة ثانية لا ما قلتوها ما قلتوها والله قلتوها متى متى اقسم بالله الكذابين لا والله طشرنا الوقت طشرنا الوقت وكنا ملمومين يا اللي حسدنا يا اللي حسدنا وصلنا طشرنا الوقت طشرنا الوقت وكنا ملمومين يا اللي حسدنا يا اللي حسدنا وصابنا بينا قلبي اللي يحبك يدري بعد شو تسوي انت سويت العلي ترك الروح بلقى خلاها قلبت عيونك ومن صدق اجاها اقعد اقعد قبل يومي خلى دمعي تذعين قلبي يا مسكين الله يبقيك يلا تعال خلاص خلاص تعال 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 تعال
ون ولد ولد خلاص الله يحييكم ضيفا. لا تعطوني جو وتسكتوني. لا لا خلي يما ماني بامك انا امك في الكويت ماني بلا عاد تشر علي رجال ما شرق منها مسروق منها طليين. هاي تعال بنغني لك. تعال دقيقه. لا الرحمن صلوا على النبي صلوا على النبي. انا بعلمكم بالعلم اللي خاطر. انا بعلمكم جاينا من برا. انت من وين؟ صلوا على النبي يا رجال. بسام عشق اخرف القطه. عيا انا اسمع الرجال مو رجال. صلوا على النبي واتركوا مني. بسام عشق. بسام عشق غايب واذكروه بالخير. هذا الاول. الثاني قولوا لا اله الا الله. انا جايكم من هجرت هنا يا قريب. مرحبا. مر ورا الكبري. ايه مر مرور كرام وشفتكم متجمعين. الله يجمعكم على العز والطاعه والله يجمعكم على افركم. هذا الاول. الثاني انا مسروق اللي حوله مو مسروق ضايع ولا انا ما يسلب حلالي وانا اخو فيصل ضايع. انا ضايع اللي حول 12 ناكتن عليها وسم من الوسوم. وش هذا الفاصل يا عيال. هيا اذكر الله. انا شفتها عند بن مجنح. تذكر عند واحد اسمه بن مجنح سروق حايف. دقيقه صلى الرسول. كم عددها؟ كم عددها؟ 12. اللي ضايع اللي 10. انت قول 12. عين ثنتين مع الريح. عنده ابن مجنح. اي اذكر عليك عند ابن مجنح. متى هي شاربتن عندها؟ ابن مجنح علمني. جاني وعلمني. قال انا لقيت الابن الغاديه وله بميانه وبكلها الواي. سقاها بالماء. خلاص اجل بتروح وبتعود عليه. بتروح وبتعود عليه. طقاق المدارس ورا لحيته. لحيته ضايعه. ارسلهم ارسلهم قلنا انت باسر الشرع تعني لي انشدهم. يا ابن مجنه رد بالرجال. يا ابن مجنه رد بالرجال. يا ابن مجنه رد بالرجال. يا ابن مجنه يا ابن مجنه. والله انا عارف ان ابن مجنه طليان الرجال. يا ابن مجنه خلوها صلوا على النبي يا ريجي. ابن مجنح لجه الحلال فله بياخذه وخذه. ابن مجنح خلي بعلمك ولكم اخذت شوي وصح تجعل اللحيه كل كسر. خلي بحك طقيت روسي الله يطق راسي. يا اللي مسرع خلي بعلمك اللي في الغامه. يا ابن مجنح الوافي. هذا ما حد يسمع عنده. خلنا نسمع. عرفت على دربه من اخوك. شو يسوي؟ حاطين ليالي السمر هنا. خلوني بعلمكم. دقيقه هرجع لك يا اخوي. خلوني هو اسمع. يا سلام. يا شيخ ارجع. ها اوه ضحك احسبنها لعبه. اسمعوا لا مسروق مني تريله والتريله عينتها. وين عينتها؟ عند بن شاكر. وبن شاكر قال انها عند بن ربعه. وبن ربعه قال انها عند بن مجنح. وطفت ضوكم يا طاهير الضو. يا الربع اللي هنا كلهم سرقاء.
يا نادر يلي سرق المكينه حقته. مرحبا نعم فرس البهم عد عنده سلف موسى الربع يطيه. ايه رد الله اكبر. جر الصوت على صوت الماء. نادر العجمي خلاني حرامي حرامي. لا 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 هل يرضى هذا الكلام يا يمه؟ عوايد مهم جدا نادر العجمي. أنا أتغن وأنا بدق بالناس. يا نادر العجمي حنا نصحنا له وقلنا عند المجنة. حنا نصحنا وقلنا عند المجنة. حنا نصحنا وقلنا عند المجنة. حنا نصحنا وقلنا عند المجنة. لكن وين وين لكن وين وين هلا 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 ارقبها خلاص تكسرت رقبتي. يلا صيف وتغير الجو وانا ولي ما يداني سمومه. وانا ولي ما يداني سمومه. هبت رياح الصيف وتغير الجو وانا ولي ما يداني ولا محمد جبها جبها كمل كمل جبها 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 امانه انت اديك ساعه نفسك ورب المصحف اني اليوم في التشهد لا ارادي قلت كيف انت بس لو نرجع لو نرجع لل هذا هذا صح صح بعدين دفني فقول كيف استغفر الله استغفر الله ما ادري ايش قلت الله يغفر الذنب ويستر علينا. انا في تفنى مدري تفاني لنا 19 يوم تخيل واحد يقول يمول يرقد في العقل يا رجال يا رجال.